هو شاط قال كده صحيح. ايه السبب؟ ايه ده السبب؟ لو محمد صبح اللي واقف كان دخل الجول. اه عادي كانت ممكن تدخل. اه عشان كنت بسالك اصله مرزق كمان ابن اللذين. عوض فنياته اعلى من صبح بيبقى نازل قدام الاهلي خسران اصلا. والله لا ما فرق. الواد الثاني يا باشا كفر هو ايه ده بس هو الثاني تاني ما نحط نقص غير طبيعي. ضربة جزاء لك الفار بيراجع ضربة جزاء. ضربة جزاء ايه دي؟ بتهزر؟ اهو الفار بيقول له مراجعة ضربة جزاء. ضربة جزاء؟ أول مرة الكورة دي ازاي؟ ايه ده؟ ايه يا جماعه ده؟ ايه دي؟ ايه دي بنالتي؟ لو هي من بره ال 18 وعمل كده يا ابني ده شطه ده 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 خبطه بعديها بنص ساعه ان شاء الله بعدها بخمس ايام مش ضربه مش فاهم انا عايز اعرف هو انا بس كانت بتهيص عشان لو هي في وسط الملعب مش هيحسبها فرق. لا مش هيحسبها طبعا هو ال 18 كخه مش هيحسبها والله. طب ما هو ما حسبهاش هو الحكم ما حسبهاش. امال الفار ده ايوه ده الفار ماشي انا بقول لك الحكم ما حسبهاش يعني لو دي في نص الملعب مش هيحسبها. يا جماعه بطلوا بقى الحركات دي بقى. ايوه بوظوا لهم الماتش كده احسن. اه والله يبوظوا الماتش كده. كده خلصت ولا ايه؟ كده خلصت ولا ايه؟ كده خلصت ما فيهاش رجوع؟ يا كابتن جمال فيها رجوع ولا خلصت كده؟ لا والله يعني الزمالك مش وحش لو على جاي في رجوع انساني اكيد والله مش وحش الزمالك مش وحش هو مش وحش اه بس حته ان الاهلي اتقدم دي لا لا مش شرط مش فارقه طب بقى زي زمان يا فوزي اللي بيجيب جون بيكسب دي ماشي اه الجون ده لو في لو في الشوط الثاني اقول لك اه ممكن خلاص ماتش خلص طبعا ده واقع خلاص مين بقى والله ما فيها حاجه لا والله ما فيها حاجه هو اصلا اللي هناك وقع عشان يخلي الحكم يشوف الفار والله ما فيها حاجه صدق حساب ضربه جزاء لو فيها خبطه ممكن تتحسب بينالتي يعني لو فيها خبطه ورينا من قريب ما نشوف بقى خبط ولا ما خبطوش دي ما دي فيها حاجه دي هنشوفها هنا خلاص هو الحكم نفسه فاول دي فاول دي فاول نايك كسب استنى اما نشوف بقى دي ايه هو حسب ايه بيلن ولا حسب ايه يعني هو حسب فاول وبيشوف بقى الفار في ضربة الجزاء هو الحكم هو اللي هيعالجه انت مالك يا عم ما جابوهاش من ولا زاوية هتبان هتبان من هنا ازاي يعني ايه بقى ايه لمسه معرفش انا مش شايف انا بقول لك ايه بقى دي ما لمسوش والله يا ابني انا ما شفناهاش ده هتبان من هنا ازاي برضه هو ما حسبش حاجه خلاص ايه ده اضغط يا ابني حتى نام حتى تضيق الحارس مش منطق مش منطق ايه بس ده ايه ده ده صد وحشه جدا ده غلطة وحشة قوي من الباشمهندس كورة غيرت اتجاه غيرت كده والله على الكورة شوط محمد الكبير ايوه بس مش قصدي مش تغير كبير قوي يعني شيك قال لك ايه هيتشيك اه علشان بعد ما طلع من الكورة ملوش ايوه 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 في ايه ده وحشة قوي لا 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 هي ركبته هي خبطته خبطه بركبته شايفها ضربة جزاء ممكن وانت شايف ضربة ضربة جزاء طب طيب ما نشوف ايه يقول ضربة جزاء طبعا ضربة جزاء زي اللي فاتت بالظبط هي هيقول له لمسوا بعض الكوره بعد الكوره ما هي هي اللقطه دي ما تبينش حاجه لا هي نصر منسي يخرب بيتك جبته من امبي يا كابتن ايه عمرها ما حصل الديك الاهلي يتقدم بالزمالك العادل بقى لها كتير ما حصلتش يا عم قوم يا عم طب ومين هيكسب في ضربات الجزاء؟ واحد واحد 50 الاهلي
هنوصل ضربات جزاء اهو شكلها كده. طب لو وصلنا مين هيكسب؟ لا ما احنا المفروض بقى احنا اللي نكسب يعني المفروض ايه اللي فرض يعني المفروض احنا اللي نكسب. الشناوي يصد مع بعض يصد. لا بس الشناوي شكله ملوش خالص.